بصراحة يعني كده كنت رايحة التجمع الكام يعني كام يوم اللي فاتوا. بصراحة لقيت في الفترة الأخيرة كده في منظر كده جميل جدا على الطريق الدائري، عجبني قوي فكرة تجميل وجهات المباني اللي غيرت الشكل العام للطريق. بصراحة كانت يعني كده واجهة كده حلوة، وانت ماشي على الطريق كده بتحس براحة بصرية، وان البيوت كلها بقت بلون واحد، وكمان في رسومات للملوك قدماء المصريين أدت كمان طابع جميل جدا للطريق الدائري. وأتمنى طبعا ان الحملة دي تستمر وتكون في كل الطرق العامة. طبعا ده مشروع مهم عاملاه محافظة الجيزة، وهدفه إبراز الجوانب الجمالية للمنطقة أو المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لتوفير تجربة سياحية مميزة للزائرين سواء المصريين أو الأجانب اللي جايين للمتحف المصري الكبير. واختاروا اللون البيج والبرتقاني عشان يكونوا الألوان الرئيسية في المشروع. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المشروع وأهميته من دكتور إيمان أنيس، أستاذة بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان. صباح الورد على حضرتك. اهلا، صباح الورد عليكي ياسمين، انتي ودينا وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. خلينا نعرف من حضرتك يعني تنفيذ جداريات يعني المباني العامه وفكره اختيار البيج والبرتقاني كالوان للمشروع، يعني شايفاها ازاي؟ طبعا الوان جميله جدا، ولكن ايه دلالتها؟ طيب، هو طبعا الالوان ليها دلالات هامه، بالاخص اللون البرتقالي اساسا من الالوان المهمه جدا في سيكولوجيه اللون، لان هو دايما بيديكي احساس بالبهجه والسعاده وبيزود القدره عندك على الابداع. اهميه اللون البرتقاني في ان هو بيجمع بين طاقه لونين مهمين جدا، لان هو بيتكون من اللون الاحمر واللون الاصفر. فطبعا اللون الاحمر ده يعتبر من الالوان المثيره بصريا، اللي هي بتديكي بتزود لك الادراك البصري وبتخليكي تنتبهي او تلتفتي لحاجه ما بتعدياش كده مرور الكرام. وبرده اللون الاصفر مهم جدا، لدرجه ان القدماء المصريين استخدموه كرمز للاله رع، ودايما ربطوه بالشمس والذهب، لان دايما بالنسبه لهم الشمس هي مصدر انها تقضي على كل الافات اللي موجوده على الارض. فاهميه اللون البرتقاني زي ما قلت ان هو بيجمع بين طاقه لونين مهمين جدا، اللي هو الاحمر واللون الاصفر. طيب بالنسبه للون البيج، برضو اهميته ان هو لون يعتبر من الالوان الترابيه شويه، اللي هو يعني مش لون قوي او مش لون مثير بصري، فعمل كونترست بينه وبين اللون البرتقاني. والكونترست عامه احنا بنستخدمه لما بنكون عايزين ناكد على هدف معين او نخلي البصر يتركز في اتجاه معين. احنا عشان كده قصدنا النهارده نلبس برتقاني وبيج يا فندم. بالظبط، من الالوان الشيك جدا مع بعضها، بتبقى صحيح. درجات الاورنج مع درجه البيج. بس خلينا نقول برضو ان الجداريات مهمه جدا، لان هي بالنسبه لنا كلنا بتعتبر لغه بصريه او سجل مرئي. وطبعا احنا كمصريين اجدادنا المصريين القدماء هم اهل الجداريات، يعني احنا عندنا ارث حضاري مهول جدا من الجداريات المصوره والمنحوته، احنا اللي علمنا العالم اصلا كله فن الجداريات. وطبعا اهميه الجداريات برضو لان هي من الفنون القريبه من الناس، فبتحقق رساله ثقافيه في المقام الاول، ما نقدرش طبعا ننكر الكلام دوت. وبرضو كمان ليها رساله جماليه، لان البني ادم لما يعتاد الجمال انت كده بتنمي الذائقه الفنيه عند عامة الناس، وبتبتدي الحس الفطري عنده بيبتدي ينزع للناحية الجمالية ويلفظ بتلقاء نفسه كده، ما يبقاش رافض كل مظاهر القبح، دايما عايز الدنيا حواليه تبقى جميلة ملونة بألوان بهجة، تبقى الدنيا كلها نظيفة، ودايما هيبقى برضه عايز يحافظ على الحاجة اللي الدولة ابتدت تصرف فيها فلوس كتيرة، ومن أجل في الأساس طبعا سعادة المواطن، وعشان برضه تأكد له على ركيزة معينة وهي إرث حضاري قيم بشكل كبير جدا. طبعا وده طبعا كل وجهة سياحية بتكون برضو أمام الأجانب والسياح بتبقى حاجة جميلة جدا. طيب دكتورة إيمان، كنا عايزين برضو نعرف من حضرتك، هل في فرق بين أن الجدران بتكون الرسومات اللي عليها طباعة، ولا أن هي تترسم عبر أشخاص؟ ده سؤال جميل جدا. بصي بقى، انت عندك دلوقتي في فكرتين عامه بالنسبه للرسومات الجداريه، يا اما الرسومات الجداريه بتكون بيتعمل تصميم ويتم تنفيذها من خلال
فنان او من خلال فنيين مهرة، وبتكون باستخدام بقى الوان مثلا تقنيات مختلفة زي التامبرا والفرسك والالوان الزيتيه والفسيفساء والموزايك والنحت البارز والغائر. ودي بالمناسبه بتكون طبعا اكثر قيمه وبتكون اغلى كمان ومحتاجه مهاره عاليه جدا في التنفيذ. اما بقى الجداريات اللي بتكون مطبوعه دي بتبقى بتقنيه اسمها الطباعه الرقميه ديجيتال برينتنج او تقنيه النفس الحبري، ودي بتكون ممكن على اي وسيط، يعني ممكن اطبع على قماش، اطبع على حيطه بشكل مباشر، ودي بتخدمني لو انا بعمل مساحات كبيرة، وطبعا بتوفر لي في السرعة في الوقت، بنفذ بيها تصميمات معقدة جدا بدقة عالية، وبتبقى بالنسبة لي صديقة أكتر للبيئة لأن بتبقى النفايات فيها أقل، وكمان الانبعاثات اللي بتكون ناتجة من المواد العضوية المتطايرة بتبقى أقل بدرجة كبيرة. وزي ما قلت ممكن أنفذها على أي سطح، ممكن أنفذها على الحائط الأبيض والدار البلاستيك والخشب الأكريليك، أي وسيط ممكن أن أنا أبتدي أطبع عليه الرسومات دي. طب احنا يا فندم ندعم تجارب زي دي ازاي؟ يعني احنا شايفين ان هي شيء ايجابي جدا، وحضرتك قلتي بتنعكس على الانسان وعلى رقيه وكده، طب احنا ندعم ده ازاي؟ والله انا شايفه ان الدوله اصلا ماشيه في اتجاهات قويه جدا لدعم دوت. انت عندك هتلاقي مثلا في بروتوكولات تعاون بين المحافظات المختلفه وكليات الفنون التطبيقيه والجميله والتربيه الفنيه والنوعيه الموجوده في نفس المحافظه، والبروتوكولات ديت بتكون بهدف تجميل المحافظه، المباني والانفاق، الجدران اللي موجوده، وبرده الميادين والنصب التذكاريه دي كلها بالاهميه بشيء ان هي تسند لأهل العلم ان هم يعملوها. وبرده في برده بروتوكولات تعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين ومصممي الفنون التطبيقيه والاساتذه والاكاديميين والفنانين المعترف بيهم، من اجل ان احنا نحارب ظاهرة القبح في الميادين. احنا جات فترة طويلة كنا بنشوف بعض التماثيل الميدانية التي لا تمت للفن بصلة، لكن دلوقتي بقى في وعي اكبر، وبقى التعاون مع اهل الفن والاكاديميين المختصين بهذا الامر. ايضا من ان احنا برضو نعمل مسابقات وتكون طبعا برعايه ممكن المحافظات وزاره الثقافه، وتبقى فيها جوائز رمزيه وتكون فيها طرح الفكرة معينة لتجميل الميادين، ونقدم فيها تصميمات، وطبعا تصميم الفايز يتم الإعلان عنه. وأيضا برضو نشجع الطلبة المبدعين من كليات الفنون المختلفة بأن احنا ننفذ أعمالهم لتجميل الجداريات. أعمال المشروعات يا جماعة بيبقى عندنا كمية مهولة من المشروعات في تخصصات مختلفة بخامات كتيرة، فليه ما ناخدش المشروعات ديت ونبتدي نجمل بيها. وعايز اقول برضو ان في عندك تجربة طلاب تربية نوعية في جامعة مثلا كفر الشيخ ديت، كانت مفيش من قريب ابتدوا ان هم يجملوا مدينة الحمول بلوحات ناطقة كلها بتعبر عن التاريخ والحضارة والطبيعة، يبقى هم كده قدروا يستخدموا المشاريع بتاعتهم في تجميل المحافظة. ودي مش أول مرة على فكرة، دي اتطبقت في محافظات كتيرة جدا، إن طلبة كلية الفنون بيبتدوا ينفذوا تصميمات بتاعتهم ومشروعاتهم في تجميل المحافظات المختلفة. طبعا شيء عظيم جدا يا فندم، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور إيمان أنيس الأستاذة بكلية فنون تطبيقية جامعة حلوان، طبعا مبادرة جميلة ولفتة جميلة جدا جدا، انه زي ما الدكتور ذكرت قد ايه ليها انعكاس على صحتنا النفسية ويعني رقينا بمعنى اخص.